باسل اتفضل. طبعا اول حاجه بقولها لكم ان انه انتوا الثلاثه يو ديد ويل، وبصرف النظر عن البرسنتجز يعني يكفي ان انتوا عندكم الشجاعه انكم تقفوا قدام يعني لجنه تحكيم قويه كده، وناس الحقيقه صعبه صعبه صعبة. يعني هم مش صعبين الحقيقه قد ما هم متمكنين، ودي اكتر حاجه بتخليها صعبه. فالاستاذ شيبهالي برضو ايه ياخد باله من 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 كلامه اللي هو حاول يصلحه بعد كده. طلع انا هسال فولو اون كويستشنز، يعني هو دي جوله فلوس، ولكن هو المهم برضو انه الواحد يعرف الدبث بتاع كل مشروع منكم. خلينا نبتدي بجراج، لان انا اول حد لميس قالت السكور بتاعه. فرح، انا مهتم اعرف التيم اللي انت بتشتغلي بيه، يعني هل في دبث وراكي كده عمق للكلام الحلو اللي انت عرضتيه علينا ده، ولا هي كانت فكره فرديه وانت مكمله فيها لوحدك؟ احنا 13 شخص في فريق العمل، عندنا خبرات بتروح، اقل واحد فينا عنده 8 سنين خبره، اكتر حد 15 سنه خبره. 30% من فريق العمل كان ليه سابقه خبرات في ستارت ابس، عملوا شركاتهم قبل كده، و40% مننا اشتغلنا في شركات مالتي ناشونال في مراكز اداريه قبل كده، يعني التيم نفسه اشتغل مع بعض وعارف في الهارموني بتاعته في اماكن سابقه. فالحمد لله احنا واثقين جدا في التيم بتاعنا، وفي كل واحد الانبوت بتاعه بيسد فجوه معينه بتكمل البيزنس موديل. مقسمين الادوار بينكم؟ مقسمين الادوار ما بيننا، عندنا فريق البيزنس ديفلوبمنت، عندنا فريق البرودكت والتكنولوجي، فريق الاوبريشن، فريق خدمه العملاء، فريق السيلز والمبيعات. فكل واحد فينا عارف دوره كويس قوي ومذاكره وقادر يؤدي فيه لغايه الاخر. انتوا عندكم شركه اكشولي؟ عندنا شركه، احنا مسجلين 2020. منصبك انت فيها ايه؟ انا CEO. CEO. وانت الفاوندر الاساسي او صاحبه الفكره الاساسيه؟ وانا الفاوندر الاساسي. ممكن نتكلم لغه فلوس بقى. انا عايز من فضلكم كل حد يقول لي المبلغ اللي هو بيدور عليه، وهيدي برسنتج قصاده قد ايه في الشركه بتاعته، وهيستخدمه في ايه، ودي فيري امبورتنت، خدوا بالكم. يلا خلينا نبتدي. شيبهالي، وكل الاجابات في 30 ثانيه بليز. تمام. احنا اوريدي خلصنا جوله استثماريه من 6 شهور بقيمه 350,000 دولار، اوكي، وبنفتح راوند جديده دلوقتي ب 800,000 دولار. يعني جات لك 350,000 دولار؟ بس اوكي. و في جوله جديده دلوقتي ب 800,000 دولار، على تقييم 6.5 مليون دولار بوست ماني فالويشن. الراوند دي هتبقى سيف نوت او كيس نوت. احنا الشركه بتاعتنا متاسسه في مصر، متاسسه في امريكا في دلاوير، متاسسه في انجلترا. الفلوس هنستخدمها في ايه؟ هيبقى في جزء اكتر من 25% رايح في تطوير، في تزويد التيم والخبرات اكتر، عشان نوصل لتيم اكبر كمان من اللي احنا فيه، ونقدر نتوسع في اكتر من دوله. وفي 40% هيبقى رايح للتسويق، وفي 12% هيبقى رايح لتطوير البرودكت بتاعنا، عشان نقدر نوصل بيه للفيتشرز اكتر اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده جوه البرزنتيشن. طيب اديو باي، وبليز ستيك لل 30 ثانيه لو سمحت. احنا لسه برضو مخلصين برضو سايكل بحوالي 100,000 دولار. احنا دلوقتي برضو من ريس سايكل ثانيه، بدور على سايكل ثانيه. احنا طالبين حوالي 2 مليون. احنا عايزين نوزعهم 50% تقريبا هيروحوا للماركتنج، عايزين 30% هيروحوا اوبريشن، و20% ديفلوبمنت عشان نكبر اكتر الابلكيشن بتاعنا ويقدر يسيرف الناس اكتر. برسنتج كام يعني بيست على فالويشن قد ايه؟ يعني بنتكلم في 2 مليون دولار، يعني ايفالويشن يعني 2 مليون دولار، على 20% او 20% من 20%. فرح؟ اوكي. احنا حاليا في السيد راوند طالبين 650 الف دولار على بوست ماني فالويشن كاب 4.5 مليون دولار. بنستخدم السيف نوت بتاعت واي سي. هنقسم الفلوس 15% للبرودكت ديفلوبمنت، 50% ماركت بنتريشن، 35% للتالنت اكوزيشن. طيب اخر سؤال عام، وبعدين بعد كده هيبقى عندي سؤال لاديو بي، علشان يعني افاضل بين حاجتين. السؤال العام، الاكزيت، انت بالنسبه لكم المستثمر اللي جاي لكم النهارده، متصورين لو انتوا ان هيز شوز او ان هير شوز او بتعرضوا عليه، الاكزيت المثالي هيبقى بعد كام سنه، وهيبقى بعائد قد ايه؟ نبتدي برضو نفس الترتيب. اوكي. انا الاكزيت المثالي بالنسبه لي هيكون وذان من 4 لـ7 سنين، على حسب الجولات الاستثماريه اللي هعدي بيها ومعدل النمو اللي هوصل له. احنا عندنا اكتر من اكزيت استراتيجي اوريدي احنا مجهزينها دلوقتي، وعلى حسب التطور كل ما بيحصل ممكن تتغير معايا طبعا، لا فيش حاجه ثابته في الحاجات دي، على حسب السوق بيمشي ازاي بعد كده. الميزه اللي متواجده عندنا لاي مستثمر، لو حطيت نفسي مكان اي مستثمر اللي استثمر في شبهالي، ببساطه تيم قوي، فكره جديده ليها اوبورتيونيتي كويسه جدا في اكتر من دوله في العالم، باوبريشن كوست قليل. فوكس فوكس. انت ما قلتليش العائد قد ايه بعد 4 لـ7 سنين؟ العائد 7 اكس.
7x سبع مرات 7x ايديو باي فوكس احنا بنتكلم 3 سنين على 5 3x لو بعد 3 سنين فرح اوكي احنا الاكزيت استراتيجي بتاعتنا لسه مش واضحه قوي لان احنا لسه في السيد بس احنا متخيلين ان بعد 5 سنين هنكون اكزيت استراتيجي بتاعتنا هي اكويزيشن باي حد تاني والار او اي للمستثمر هيكون على الاقل 5x. طيب انا عايز اسالك حاجه عشان احنا حاجه وي ديبيتد ات وانت مش موجود okay, وفعلا وانت سمعتها وانت هنا واعتقد انه اكتر من حد قالها لك حكايه الوان اوف. يعني دلوقتي انا جيت استعملت السايت بتاعك وخدت تمويل لاحد من اولادي للمدرسه okay. ما الذي يمنعني السنه اللي بعدها ان انا اروح لجهه التمويل دي وما اجيلكش تاني بقى خلاص انا عرفت المدرسه وابني او بنتي انرولد في المدرسه ايه اللي يخليني اجيلك تاني السنه اللي بعدها؟ طيب هو عامه شركات التمويل يعني بنسبه 90% منهم ما حدش بيشتغل اديوكيشن دايركت غير شركه واحده بس هي بتشتغل اديوكيشن دايركت ومع مدرسه واحده بس او مع مدرسه معاها في النتورك او جامعه معاها في النتورك. لكن بقيه الشركات التمويل الموجودين الثانيه بتعاقد. احنا مش ديبيتنج الشركات الثانيه، انت أوكي. انت اديتني فرصه ان انا اروح لشركه تمويل على السايت بتاعك ومولها أوكي. السنه دي. اوكي. السنه اللي بعدها. السنه اللي بعدها احنا حاطين في البلان بتاعتنا ان احنا ان شاء الله ناخد رخصه كونسيومر فاينانس نبدا نشتغل فيها من 2024. انا ممكن اروح السنه اللي بعدها لشركه التمويل اللي خدت منها السنه اللي قبلها ولا لازم اعملها ثرو يو؟ لا لازم عن طريق انا. الان تختار مين اللي ممكن تدرس الاستثمار او مصر قابضه للتامين تدرس الاستثمار فيه. طيب من غير ما اثاره وفردر ادو انا ولم اتاثر على فكره بالسكورينج وان كنت سمعته لكن انا شايف ان فرصه الاستثمار الاكثر ملائمه والاسهل والاسرع في الوقت الحاضر واكثر وضوحا بكثير هي بيبي جراج. فأنا بيبي جراج إذن بيبي جراج هي اختيار باسل الحيني مصر قابضة للتأمين لدراسة فكرة استثمار. برافو يا فرح شكرا. برافو 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 ولكن ده معناه إيه بالنسبة للجادجز والبانل؟ هو ده بقى آخر تصويت عندنا. هل أجابوا على الأسئلة بما يكفي؟ هل عندكم أي أسئلة تانية؟ دي تالت راوند يلا نعمل سكورينج. تالت راوند يلا نعمل سكورينج للجولة الأخيرة. يا ترى الحكام اقتنعوا بردود المتسابقين على أسئلة باسل الحيني ولا لأ؟ بس كده بيبي جراج أخدت فرصة إنها قد يكون هناك استثمار من مصر قابضة للتأمين فيها. بيبي جراج فاضل باسل ما شفتش التصويت بتاعك. انا هعمل تصويت على أيوة. على اسئلتي انا طبعا. انت هنا بتلعب بتو هات. انا قلت هزود على اجاباتهم تو هات. طيب اوكي تكون عجبتك ما عجبتكش. بيبي جراج باسل تمام ماشي نروح لاديو باي نعمل سكورينج لاديو باي الراوند التالتة. و سكورينج لشيب هالي. ده خالد انت كونسيستنت يعني نفس السكور مكمل معانا ما غيرتوش مبدأ صاحب مبدأ. ودينا برضو ورندا شيب هالي يا سلام. فاضل دينا. احنا يعني داخلين في مرحلة حرجة جدا. 5% اللي هتكون للجنة بنك الطعام ممكن تقلب النتيجة. احنا قلناها في الراوند اللي فاتت وفي الراوند دي كمان 5% ممكن تقلب النتيجة لأنه النتيجة very close.